السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما جمعنا كل بيانات بحث السياحة للصف الرابع الابتدائي، هنبدأ بقى نكتب البيانات اللي احنا جمعناها في قالب الوزارة. هنفتح أول رابط الحاجات بقى اللي احنا جمعناها، اللي هو قالب السياحة. اللي ما عندهوش القالب اللي هنكتب عليه هيدخل يحمله بأن هو يضغط على الصور ويختار الثلاث نقط دول، وبعد كده يعمل حفظ للهاتف. هيعمل كده في ال4 صفحات ويبقوا عنده على التليفون. بعد كده هندخل على الرابط التاني. اول حاجة في البحث عندنا العناوين، بختار عنوان من اللي موجودين عندنا في التعليقات، فبنقول مثلا السياحة في مصر، باخدها نسخ وبروح على القالب بتاعي اللي انا اخدته. انا عندي في التليفون خاصية تحرير وكتابة الصور، يا رب تكون عندكم، دي هتسهل لكم جدا كتابة البحث بسهولة. هنبدأ نحط العنوان وننسقه، وانا عندي هنا ممكن اخلي الخط تخين، ممكن اغير الالوان. تاني حاجة بنكتب الرقم التعريفي اللي هو الرقم كود الطالب اللي احنا جبناه بالرقم القومي بتاع شهادة الميلاد الكمبيوتر، فبكتب الكود بتاعي على حسب بقى. لو هو تلميذ واحد بيكتب رقمه بس، لو مجموعة بنظبط في المكان الأرقام بتاعة المجموعة. بنروح لتاني حاجة للمقدمة، بنروح على المقدمة، بختار مقدمة، والمقدمة بتاعت سنة رابعة من 40 لـ50 كلمة. هيقلي دي صغيرة، نشوف حاجة أكبر شوية. بنبدأ ناخد المقدمة ونعد الأرقام بتاعتها ونكتبها. عملنا لصق ونبتدي برضو نظبطها. بسحب السهم على فوق الاول بحيث ان انا اصغر المساحة بتاعتها، وبعد كده ابدأ اظبطها بقى في المكان بتاعها. هي كده لسه كبيرة اهي. وبخلي الخط سميك. ممكن اغير الالوان كمان. وبكده خلصت اول صفحة، العنوان والكود الطالب والمقدمة، بضغط على علامة الصح ومنها على تم. وكده خلصت اول صفحة. بروح للصفحة التانية اللي هي فيها الموضوع، بشوف عندي اول حاجة كانت اهمية الدخل، اهمية السياحة للدخل القومي، ده كان اول عنصر وجاوبناه. بنقرا طبعا من التعليقات وبناخد التعليق اللي احنا عايزينه. برضو بندخل تاني تحرير ونص، وببدأ اعمل لصق للجزء اللي انا اخدته، ونبدأ برضو نصغرها على قد المكان. ونعمل خط سميك، وانا عايزة اللون بتاع الموضوع بتاعي اسود، فبخليه باللون الاسود مثلا. هنا كده عملنا اهمية السياحة للدخل القومي، ودي كده الصفحة التانية كمان خلصناها. بنروح للصفحة التالتة. الصفحة التالتة فيها صورتين انا ركبتهم على القالب، وانا نزلت رابط ازاي نركب صور على القالب بطريقة سهلة برضو.
هنروح نكمل العنصر التاني، وكان عن الاستعانة بدرس الكسور. بقى اذكر الآثار الموجودة في مصر بالنسبة للعالم، جبنا النسبة برضو، هنعمل نسخ ونروح نكتبها برضو، تحرير ونص، وابدأ اضغط على الشاشة كده عشان يطلع لي مكان الكتابة، وهنظبطها عشان لسه في جزء كمان هنحطه هنا. وهنخليها برضو الخط سميك عشان يبقى واضح. ناخد بقى اخر جزء في الموضوع، وكان عايز يقول لي نسبة السياح ومقترحاتك لتنشيط السياحة. نشوف مثلا، ادي نسخ، انا عايزة اضيق المسافة شوية عشان الخط ما يبقاش صغير. وهنا ادي كمان الجزء التالت خلصته، هنعمل علامة صح وتم كده، خلصنا كمان التالت. نروح بقى على اخر صفحة. اخر صفحة كان فيها عايزني اصمم دعوة للسياح ان هم يجوا مصر، فانا عملت كذا تصميم ممكن تختاروا منه، هو في هيئة صورة برضو هنركبه، يعني عملت تصميمات كتير، وعايز الجملة الانجليزي من 15 لـ30 كلمة، من 15 لـ30، فانا بختار من هنا البوست اللي يعجبني، او في الدعوة بالعربي والانجليزي مع بعض، بختار البوست اللي بيعجبني برضو بان انا اضغط عليه، ومن الـ3 نقط دول بضغط واختار حفظ للهاتف، بحفظه عندي وببدأ اخده اعلقه. طيب بعديها النتائج بتاعتي، اهو يبقى كده انا الدعوة حطيتها هي دوب على قد المكان اللي هو سايبهولي، وبعد كده بنبدأ نكتب بقى النتائج. ادي النتائج، بنظبطها زي ما احنا عايزين، لون نخليها سميكة، وبعد كده بنشوف المصادر. اخر حاجة المصادر بنلاقيها فوق البوست، وقلنا المصادر دي هتنفع لكل السنوات، لحد سنة 6 بنحط نفس المصادر. ادي المصادر، بنغير اللون، تمام. وكده خلصت البحث بتاعي كله كده كامل، ادي اول صفحة، ودي الصفحة التانية، الصفحة التالتة، الصفحة الرابعة، وكده البحث اتكتب بسهولة وبطريقة سهلة جدا. يا رب اكون فدتكم، وان شاء الله بكرة نشوف الموضوع التاني بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.